عليكم. اليوم حبيت نعرفكم كل المحطات الموجودة على خط التوسعة تاع المترو التي تقع ما بين الحراش، مركز المدينة الحراش، ومطار هواري بومدين، ونروحوا نشوفوا واش كاين. المحطات كلها محطة بمحطة على حسب المسار نتاع المترو. إذن هنا ننطلق من محطة نتاع مركز مدينة الحراش، ثم عندنا على مستوى يعني مسافة تقريب كيلومتر و300 متر عندنا محطة نتاع بلفور أو محطة حسن بادي التي تقع بالقرب من مصطفى المستشفى نتاع بلفور، مستشفى الجامعي نتاع بلفور ولا حسن بادي. وللعلم انه في بين كل محطة ومحطة عندنا مركز للتهوية ولا محطة للتهوية او فوهة للتهوية، سيتي بوش دايراسيون بالاخضر. هنا تلاحظ انه بين المحطات اللي راهم بالاحمر عندنا فوهة بالاخضر كما نشوف هنا، فوهة نتاع التهوية سي لي بوش دايراسيون. إذا المحطة الثانية هي محطة حسن بادي بالقرب من المستشفى الجامعي نتاع حسن بادي. إذا ثم نروح للمحطة الثالثة وهي محطة القطب الجامعي اللي جاية بالقرب من المدرسات نتاع الهندسة، ليكول دارشيتكتور ليبو، وكذلك عندنا ليبو ليكول دو فيتيرينير، مدرسة تاع البيطرة. إذا هنا وعندنا المدرسة الوطنية للهندسة متعددة التقنيات ليكول بوليتكنيك تاع الحراش. إذا ولا إذا هذه هي المحطة الثانية نتاع الثالثة نتاع هذا المسار باتجاه المطار. ثم جينا المحطة الرابعة وهي محطة المكان الجميل مسمى ببوليو، هذه هي المحطة. وهنا المسافة تعتبر نوعا ما بعيدة ما بين منطقة بيرفور وبوليو، إذن أو منطقة المكان الجميل. إذن عندنا مسافة حوالي كيلومتر ونص هنا ما بين هذه وهذه المحطة. ثم تأتي المحطة الخامسة وهي محطة واد السمار. محطة واد السمار هنا جينا محطة واد السمار هنايا. إذا ثم محطة جامعة هواري بومدين هنا، ثم محطة ربيع الطاهر بباب زوار، وهذه المحطة هي متصلة بخط التراموي نتاع ليأتي من الجهة الشمالية هنا. ثم تأتينا المحطة السادسة وهي محطة إسماعيل يفصح هنا، بحي إسماعيل يفصح هنا. والمحطة ما قبل الأخيرة هي محطة مركز الأعمال أمام المركز التجاري تاع باب الزوار. إذن هذه هي المركز المحطة ما قبل الأخيرة. ثم في الأخير نوصل إلى المحطة نتاع مطار هواري بومدين هنا. وللذكر أنه فيه نقطة حبيت أن نتكلم عليها، هو أن المحطة ما قبل الأخيرة والمحطة الأخيرة هنا المسافة بعيدة بعيدة، هي أبعد مسافة بين المحطات توجد ما بين محطة المركز التجاري ومحطة الدار البيضاء أو محطة هواري بومدين بالدار البيضاء. إذن هذه المسافة كلها كان من الإمكان بما كان أن ننشئ محطة هنا في الوسط، هنا في الوسط اللي تمد فادي سيرفير المنطقة الصناعية هنا اللي موجودة. إذن هذا هو، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.